الشراكة الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان في هذه القمة تعكس أهمية تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاقتصاد المعرفي ودور القطاع الخاص في أخذ زمام المبادرة من أجل توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة. إن تقنية الذكاء الاصطناعي وعلاوة على ما تقوم به من حل للمشاكل المعقدة وتمكين للشركات من زيادة الإنتاجية واستشراف التوقعات المستقبلية بما يساعد في اتخاذ القرار الداعم لاستدامة الأعمال. وجود اليوم هو طبعا تمثيل للأخوة القانونيين في مسألة التشريع، تشريع الذكاء الاصطناعي. هذه الحاجة أصبحت ملحة الآن، خصوصا أن هناك برامج وطنية للذكاء الاصطناعي، وأيضا هناك توجيهات سامية من لدن صاحب الجلالة حفظه الله بأيضا أن تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي حاضرة وبقوة في سلطنة عمان خلال قادم الوقت. إذن في هذه الجلسة النقاشية سوف نبحث كذلك مسألة وجود تشريعات والمآخذ أيضا القانونية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي وكيفية تنظيم وتنظيم حقيقية. شكرا جزيلا. في قمة عمان للذكاء الاصطناعي وتنظيم هذه الفعالية تأتي لأهمية الذكاء الاصطناعي في وقتنا الراهن في هذا اليوم. طبعا هذه القمة بتكون في مشاركة من عدة شخصيات ومن عدة دول حقيقة، ومن دول مختلفة، دول عربية ودول غير عربية بتكون موجود فيها، متحدثين أيضا مختلفين، متحدثين من السلطنة ومتحدثين من خارج السلطنة، وذلك من أجل تبادل المعرفة أيضا ومشاركة الآراء في هذا الجانب. القمة راح تناقش مواضيع مختلفة، سواء من مواضيع استراتيجية من ناحية استراتيجية وكيفية تفويض متخذين القرار عند استخدام الذكاء الصناعي، أيضا كيفية تطبيقات الذكاء الصناعي في أو تقنية الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، سواء المؤسسات المختلفة القطاعات. أيضا تناقش أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وكيفية تنفيذ مثل هذه الأخلاقيات والتحدي بسبب أن الذكاء الاصطناعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل الطوفان، فكيف يتم استقبال واستخدام وتشريع هذه التقنيات. أيضا كيفية التأهيل والتدريب في الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي متغير ومتغير بشكل ملحوظ وبشكل سريع في 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 هذا الجانب. يعني وأيضا متخذ القرار كيف يستقبلوا هذه التقنيات، وخاصة مع ظهور تقنيات وتطبيقات الذكاء الصناعي التوليدي التي أصبحت جزء لا يتجزأ أيضا من حياتنا اليومية.